السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ومعكم محمد الحميلي، ومع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي. هنكتب مع بعض الآية الكريمة: هو علي هين بخط النسخ. وقبل ما نبدأ، زي ما تعودنا من حضراتكم، عمل إعجاب لهذا الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا على بركة الله نبدأ مع بعض.
بعد ما كتبنا مع حضراتكم نشوف تقنين وميزان الحروف زي ما تعودنا. حرف الهاء هنا احنا عارفين الارتفاع بتاعه يا جماعة بيكون ايه؟ بيكون نقطتين، ولو عملنا خط كده هنلاقي فيه ايه؟ درجة ميل الجزء الاولاني مقدار نقطة، وهو من اعلى برضو هنا كده بيكون ايه؟ بيكون مسافته نقطتين. لاحظ الفراغ الداخلي بيكون شبه مثلث، يعني الفراغ الداخلي زي مثلث، وهنا بصعد بسمك اقل من سمك القلم، وفي الجزء الاول انا ونازل بنزل برضو بعمل عملية فرق القلم بحيث يديني الجزء ده بيكون رفيع، ومن اعلى بيكون ايه؟ سميك. طلعنا لفوق وعملنا بعد كده الفاء او القاف الوسطية، والفراغ الداخلي بيكون شبه ايه؟ شبه نقطة داخل حرف الهاء. بعد الهاء مشينا مسافة نقطة، تمام؟ بعد كده عملنا حرف ايه؟ حرف الواو، وحرف الواو احنا زي ما عارفين الرأس بتاعتها بتكون نقطة ونص، وبصعد كده بجنب القلم، الجزء ده بيكون رفيع، وبعد كده بنزل بعرض القلم، وبعد ما انزل الجزء اللي من تحت النزول بتاعه بيكون مقداره نقطتين، النزول بتاعه بيكون ايه؟ نقطتين، وهو في ميل مقدار ايه؟ مقدار نقطة، وفي الداخل هنا بيكون الجزء ده نقطتين يا جماعة، والجزء الأخير ده يا إما بصعد لأعلى كده بهذا الشكل مقدار نقطة، يا إما بيمشي ايه؟ أفقي، يعني باخد من هنا وارسمه رسم بالقلم. وسمك الجزء اللي من تحت ده بيكون برضه بتلتين القلم يا جماعة، وليس بسمك القلم كاملا. علي حرف العين الجزء ده عارفين احنا رأس العين بتكون الجزء الأولاني كحايب، ببدأ من الأسفل، ببدأ من اليسار واصعد لأعلى متجه ناحية اليمين، وبعد كده بنزل برسم الجزء الأخير ده رسم، وبعد كده الجزء ده بظلله بالحبر بعد كده. لما يكون حرف العين وراء حرف صاعد احنا تعودنا وعرفنا ان الزراع ده بيكون يعني اقل ميلا، تمام؟ اما اذا كان وراء حرف غير صاعد الزراع ده بيكون فيه ايه؟ ميلان شديد. والفراغ بتاعنا بيكون هنا عبارة عن نقطة في الداخل ولكن حواليها فراغ، كما قيل يعني في بعض الكتب قرأت سابقا كأنها حلقة ذكر، يعني كأنها حلقة ذكر. واسفل الحرف الجزء ده برضه بيتغير حسب الحرف اللي بعده، إذا كان وراء حرف صاعد باخده كله بدوران بهذا الشكل، وبيكون في مسافة نقطة أسفل الحرف، وبيكون في خروج بسيط عن بداية العين حاجب العين ده، يعني مقدار ربع نقطة تقريبا. هنا صعدنا ولفينا في نص نقطة تقريبا بينها وبين حرف إيه؟ حرف الألف أو نقطة، يعني في بعض الكتابات هتلاقي المسافة هنا بتكون إيه؟ نقطة كاملة. صعود الألف بعد كده بنزل يا جماعة بجنب القلم بميل لأسفل، وبيكون هنا في مسافة ايه؟ نقطة، وبعد كده بنزل برضو الجزء ده بيكون بسمك أقل من سمك القلم الأساسي، وبعد كده بعمل ايه؟ الياء، الياء هنا في نزول ثم دوران وصعود، خلاص؟ ما خدش لف من أولها لأخيرها لا، وفي مسافة نقطة أسفل الحرف، وطبعا الجزء ده بيكون نقطتين، وهنا أسفل الجزء ده بيكون في مقدار نقطة. يعني الفراغ الداخلي كاملا بيكون ثلاث نقاط، وطبعا هنا لما نعمل خط كده هنلاقي هنا في فراغ بسيط وهنا في فراغ بسيط. هين الهاء زي ما احنا عملناها في هو نفس الكلام، بيكون هنا نقطتين وفي ميل نقطة، ونزول بتاعها برضو بيكون ايه؟ نقطتين، خلاص يا جماعة. عملنا مسافة نقطتين، وبعد كده عملنا حرف الياء. حرف الياء عبارة عن صعود، صعود مقداره نقطتين يا جماعة، لأن وراء حرف ايه؟ حرف النون، طالما أتى بعد حرف الياء حرف نون يبقى لازم أعمل ايه؟ أعمل الياء سنة مرتفعة بهذا الشكل، أو إذا كان وراء حرف راء أيضا يعني، تمام؟ يعني حرف النون أو الراء إذا أتى قبلها حرف مسنن يجب رفع سنة الياء لمقدار ايه؟ نقطتين أو تاء أو ثاء. هنا في مسافة نقطة، وطبعا هنا بيكون الزراع ده أقل من إيه؟ ارتفاعا من البداية، وهنا برضو بيكون في مسافة نقطة، وجزء الياء هنا في أسفل الحرف نقطة، وعملنا هنا الياء عملنا النون المرسلة نقطتين، والاتساع بتاعنا من هنا كده بمشي بيكون العمق بتاعنا نقطتين في هذا المكان.
ولو مشينا كده هناخد، لو خدنا من اول حرف هنا هيكون ايه المسافة نقطتين. وطبعا الارسال بتاعنا احنا بيكون حسب الحاجة، لو انا عاوز اعمل ارسال اطول من كده بيكون معاي الارسال من 9 الى 11 نقطة، يعني من 9 ل 11 نقطة. درس بسيط وهين عليكم، عبارة عن 3 كلمات، اتصالات خفيفة. أتمنى أنكم يعني تحاولوا كتابة هذه التمارين حتى نتقن خط النسخ بإذن الله، وألقاكم على خير. ولا تنسونا من صالح الدعاء، وكذلك دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس وأيضا الضغط على زر الإعجاب. وألقاكم على خير مع درس جديد من دروس تحسين الخط العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمشاهدة. عزيزي المشاهد، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية، مع خالص تحياتي محمد الحميلي.